معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول خبير العسكري السوري العقيد أحمد الحمادي. هناك دعوات الآن لحل هيئة تحرير الشام نفسها وتنضوي تحت جيش وطني أو هيئة دفاع عن إدلب، ما إمكانية ذلك برأيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. حياك الله. عندما بدأت الثورة السورية وبدأ النظام بالتصدي لإرادة الشعب السوري ولإرادة المطالبين بالحرية والكرامة، لم تكن هناك هيئة تحرير الشام ولا داعش. نهائيا قام النظام بتدمير دارية وطرد أهلها، ولم تكن بدارية هيئة تحرير الشام، فالروس والنظام والإيرانيون يستخدمون هيئة تحرير الشام أو داعش ذريعة لتدخلهم العسكري وللقضاء على الثورة السورية. لذلك لا أتوقع حتى لو حلت هيئة تحرير الشام نفسها أن تكون هناك إيقاف للعدوان. ليس هناك حرب، الحرب بين جيوش، ولكن هناك عدوان، هناك محرقة، هناك هولوكوست يقوم به الروس والنظام والإيرانيون ضد الشعب السوري، من التغيير الديمغرافي إلى اقتلاع الناس من بيوتهم كما حصل في محيط دمشق، وكذلك دارية والغوطة الشرقية والوعر وحمص وكل هذه المناطق. اليوم بمستورة يقول بأنه يمكن أن يفتح معابر آمنة. إلى أين المعابر الآمنة؟ لم يتبقى إدلب أخرى ليتم تهجير السكان إليها أو الثوار الذين رفضوا الاستسلام من حوران إلى كل المناطق السورية. إذن هناك حرب تشن على الثورة السورية لإنهاء رمزيتها اليوم، وإدلب هي آخر مكان جغرافي. ويخطئ من يظن بأن السيطرة الجغرافية أو السيطرة العسكرية بأدوات القمع الروسية والإيرانية وعصابات الأسد ستنهي الثورة السورية. طيب. فهذا أمر محال، لأن ما رأيناه بالأمس 100 نقطة خرجت بالمظاهرات لتعلن عودة الروح للثورة. طيب سيد عقيد أحمد، يعني يتناقل بعض حديثا عن دخول أرتال من المدرعات التركية إلى إدلب وأيضا بطاريات صواريخ تركية، ما حقيقة هذه الأنباء برأيك وتأثيرها على المعركة المرتقبة؟ تركيا تريد تجنيب المنطقة هذه الكارثة، هذا ما ذهب إليه الرئيس أردوغان وكذلك مولود تشاوش أوغلو وخلوصي أكار وزير الدفاع، الذي قال لا نريد أن تشن حرب على هذه المنطقة لأنها ستكون كارثية. 4 مليون إنسان يسكنون في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، والحدودية مع تركيا 120 كيلومتر حدودي، ولا أتوقع بأن تركيا وأوروبا يستطيعان أن يتحملان قيلا كبيرا من المهاجرين الجدد. يعني من المتوقع 2 إلى 3 مليون أن يهجروا بيوتهم نتيجة الضربات الروسية، وخاصة نحن نعلم بأن روسيا تقوم باستهداف المشافي والبنى التحتية والبلدات. من تداعيات هذه المعركة سيد عقيد أحمد ما ذكرته قناة CNN الأمريكية بأن واشنطن أعدت قائمة أهداف محتملة إذا استخدم الأسد سلاح الكيميائي، هل هذا الموقف برأيك سيكون معادلا للتبني الروسي الذي يدعم النظام في هجومه على المدينة؟ إننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. التراجع الموقف الأمريكي من خط أحمر أوباما في 2013 الذي تم استبدال الخط الأحمر بتخليص النظام من قسم أو من جزء بسيط من السلاح الكيماوي الذي تم استخدامه مرات ومرات 253 مرة، وهناك قرار أممي 2118 الذي يجرم النظام بالفقرة 21 بأن يكون النظام تحت الفصل السابع، ولكن نرى بأن الولايات المتحدة تقوم بضربات ارتدادية صفرية ذات النتيجة الصفرية على النظام، بعد أن تخبر الروس والنظام بأن سنقصف مطار الشعيرات ومن ثم نقصف المواقع الفلانية والفلانية حتى لا تكون هناك خسائر. إذن لا أتوقع بأن الولايات المتحدة جادة في هذا الأمر. لو أن الولايات المتحدة جادة في هذا الأمر لزودت الثوار في أسلحة تستطيع إسقاط الطائرات التي تغير على المناطق الآهلة في السكان أو على المناطق في هذه المنطقة. نعم الولايات سيد عقيد أحمد،
عذر المقاطعة، أشكرك الشكر الجزيل. من إسطنبول خبير العسكري السوري سيد العقيد أحمد الحمادي.